من القاهرة معنا مباشرة محمد فوزي الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. بعد التحية سيد محمد، في مسار نادر للمرة الأولى بايدن يضع شروطا أمام نتنياهو وإسرائيل بعدم إرساله لأسلحة وذخائر دقيقة لو اجتاحت إسرائيل مدينة رفح الفلسطينية، فكيف ترى هذه الشروط وهل يمكن أن تؤثر على الجانب الإسرائيلي برأيك؟ أهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. بداية يوجد مجموعة من الاعتبارات التي يمكن في ضوءها تقديم تفسير أو قراءة لهذه الخطوة الأمريكية. الولايات المتحدة تحاول، أو الإدارة الأمريكية الحالية تحاول من جانب الموازنة بين أو عمل بعض الموائمات الداخلية، خصوصا مع تنامي غضب الشارع الأمريكي متجسدا في الاحتجاجات التي تعج بها العديد من الجامعات الكبرى في الولايات المتحدة حاليا، ومن جانب آخر ممارسة ضغط شكلي على إسرائيل على وقع بعض الخلافات النسبية بين الإدارة الأمريكية وحكومة اليمين. يعني بالنسبة لي أنه يعني هذا الضغط الشكلي كما تقول سيد محمد، هل بهذه الشروط يريد بايدن أن يشعر العالم أن أمريكا ليست بالضعف الذي يراه العالم؟ ولأن هناك طبعا كما نعلم استراتيجية أمنية واضحة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، فهل هذا هو فعلا كما تتحدث عنه أنه يعني شكلي فقط بدون ضغوط جدية؟ صحيح، هو إجراء شكلي، يعني أنا أراه أنه إجراء شكلي ولا يتجاوز حدود الشكلية، لأننا عندما نتحدث عن الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل فنحن نتحدث عن أنماط متعددة من الدعم، سواء ما يتعلق ب يعني في هذا الإطار نحن نتحدث عن سلاح القنابل، وبالتالي هناك أنواع أخرى من الأسلحة، كميات ضخمة من الأسلحة تم توريدها لإسرائيل أو دعم إسرائيل بها منذ بداية الحرب. هناك مستشارين أمريكيين موجودين في الأراضي المحتلة وفي القواعد الجوية الإسرائيلية يشرفون على عمليات إطلاق الطائرات التي تقصف قطاع غزة. هناك أشكال متعددة من الدعم، ولكن الرئيس الأمريكي جو بايدن يحاول إرسال رسائل تستوعب الغضب الذي يشهده الداخل الأمريكي، هذا من جانب، ومن جانب آخر يحاول يعني تخفيف وطأة الضغوط أو الحرج الدولي الذي تواجهه الولايات المتحدة، لأن واشنطن حاليا تواجه أزمة أخلاقية أمام المجتمع الدولي على اعتبار النظر إليها باعتبارها شريكا ومسؤولا ومتواطئا في هذه الحرب. أيضا يحاول الرئيس جو بايدن وفي إطار الاختلافات النسبية بينه وبين حكومة اليمين المتطرف ممارسة نوع من الضغط، ولكن الإشكال أن هذا الضغط لا يتجاوز حدود الشكلية، فلو أرادت الولايات المتحدة الضغط على إسرائيل لدفعت باتجاه وقف إطلاق النار وهي تملك الأدوات اللازمة لذلك، ولكن الولايات المتحدة حقيقة تحاول الجمع بين بعض المتناقضات، تحاول الولايات المتحدة أو الإدارة الأمريكية الجمع بين الدعم المطلق لإسرائيل وهو النهج الذي تبنته منذ بداية الحرب. وهل هذا يأتي في السياق كما تقول سيد محمد أن واشنطن دائما ما تلتزم بدعم إسرائيل لتحقيق هدفها في هذه الحرب، ولكن الحديث حول أن جو بايدن يريد هذا الدعم لإسرائيل لكن دون إلحاق الضرر بالمدنيين، لكن هل ترى أن هذا الهدف هو هدف بعيد المنال نتيجة لما ترتكبه قوات الاحتلال الإسرائيلي من جرائم حرب نراها موثقة ضد المدنيين الأبرياء في قطاع غزة؟ الحقيقة أن هذا المنطق الأمريكي في التعامل مع، يعني حضرتك أشرت إلى نقطة مهمة وهي أن الولايات المتحدة اختلافها مع عملية رفح ليس من حيث المبدأ ولكن من حيث الشكل، يعني الولايات المتحدة تريد نمط عمليات بشكل يقلل من الخسائر المدنية، يقوم على إعادة النازحين أو توزيعهم إلى مناطق مختلفة من قطاع غزة،
في الوقت الذي يرى فيه الجناح الأكثر تطرفاً داخل الحكومة الإسرائيلية ضرورة الاجتياح الشامل لمدينة رفح الفلسطينية، وبالتالي فالاختلاف ليس حول المبدأ ولكن حول الشكل، وكأن الإدارة الأمريكية تقول لإسرائيل اقتلوهم ولكن حذروهم أولاً، وهذا من المضحكات المبكيات. يعني الإدارة الأمريكية كما أشرت لحضرتك تحاول الجمع بين متناقضين، الأول هو سياسة الدعم المطلق والمفتوح لإسرائيل، والثاني هو محاولة تخفيف وطأة الضغوط، سواء الضغوط التي تمارس من الداخل الأمريكي أو ضغوط المجتمع الدولي، خصوصا مع قرب الانتخابات. صحيح، يعني الانتخابات طبعا تقترب في يوم 5 نوفمبر كما نعلم أستاذ محمد، هذه الانتخابات الأمريكية. وهل ترى إذن يعني هذه الانتخابات الأمريكية هي التي يمكن أن تمثل عامل الضغط على الرئيس الأمريكي جو بايدن للمضي قدما نحو أحث إسرائيل على الامتثال للضغوط الأمريكية والدولية أيضا؟ أعتقد أن الإدارة الأمريكية يعني تحاول حاليا إعطاء حكومة اليمين المتطرف فرصة أخيرة، بمعنى إمهالها بعض الوقت لتحقيق أو على أمل تحقيق بعض الأهداف التي تراهن عليها هذه الحكومة على غرار القضاء على حركة حماس أو الفصائل الفلسطينية، أو على الأقل تجديدها أكبر قدر ممكن من الخسائر، على غرار استعادة المحتجزين لدى هذه الفصائل، على غرار فرض أمر واقع جديد في قطاع غزة يدعم الرؤية الأمريكية الإسرائيلية الخاصة باليوم التالي. وبالتالي في إطار ذلك أعتقد أن الولايات المتحدة تدرك أن عملية رفح هي العملية الأخيرة داخل قطاع غزة، وبالتالي تسعى إلى إمهال حكومة اليمين المتطرف بعض الوقت على أمل تحقيق أي أهداف يمكن ترويجها على الأقل للداخل الإسرائيلي، على أنها أو توظيف هذه المكاسب الميدانية على المستوى السياسي. ولكن أعتقد أن عملية رفح لن تغير من الأمر شيء. فالأيام أثبتت، والسبعة أشهر الماضية أثبتت أن فكرة أو مبدأ القضاء على حركة حماس أو الفصائل الفلسطينية هو هدف بعيد المنال. فكرة حتى القضاء على البنية التحتية والقدرات اللوجستية الخاصة بهذه الفصائل، يعني وجدنا تقارير غربية تتحدث عن وجود 5000 مقاتل من حركة حماس في منطقة شمال قطاع غزة، وهي المنطقة التي كانت إسرائيل تؤكد دائما أنها أحكمت سيطرتها عليها. أيضا وجود منصات لإطلاق الصواريخ وتنفيذ بعض العمليات سواء من رفح أو من بعض مناطق الوسط، يعكس أن هذه الفصائل لا يزال لديها قدرات وبنية تحتية وعسكرية موجودة وقادرة على العمل. وبالتالي فأعتقد أن عملية رفح لن تكون يعني أو لن تحمل أي أهداف أو نتائج جديدة بالنسبة لإسرائيل. وهنا أعتقد أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قد تتبنى بعض التغيرات على مستوى أكبر فيما يتعلق بالتعامل مع ملف الحرب، خصوصا وأن الإدارة الأمريكية هي أحد الخاسرين المباشرين من استمرار هذه الحرب، سواء على المستوى الداخلي أو على المستوى الخارجي. فعلى المستوى الداخلي الإدارة أسهم الإدارة الأمريكية تتراجع، يوجد أزمات بنيوية كبيرة يعيشها الحزب الديمقراطي على وقع استمرار. يعني هل ترى أن الإدارة الأمريكية أصبحت الآن في ثمة انعزال عن العالم أو حتى عن الحلفاء؟ وهذا ما ظهر سيد محمد حتى في التصويت في مجلس الأمن على وقف إطلاق النار، عندما صارع حتى الحلفاء مثل بريطانيا إلى عدم التصويت، يعني في ظل أن نتنياهو كان يريد أن يؤدي إلى حرف هذه الحرب بأن تكون الولايات المتحدة الأمريكية بجواره فيها، بمعنى أنه كان يريد أن يدخل الولايات المتحدة الأمريكية بشكل أقوى معه في هذه الحرب. يعني ما حدث هو أن الولايات المتحدة كما أشرت حضرتك أصبحت ليس فقط بمعزل عن العديد من القوى الدولية الحليفة، وإنما أصبحت الإدارة الأمريكية بمعزل حتى عن بعض الدوائر
داخل الحزب الديمقراطي نفسه، وده تجسد في الاستقالات العديدة التي حدثت داخل الإدارة الديمقراطية. أيضا الإدارة الأمريكية في وزارة الخارجية الأمريكية أيضا كان هناك مسؤولون بارزون استقالوا في بداية هذه الحرب وأثنائها أيضا. بالضبط، الولايات المتحدة أيضا أصبحت بمعزل أو في عزلة عن حتى الحلفاء الأوروبيين الذين أعلن خمس دول منهم على رأسهم إسبانيا التوجه نحو الإعلان بشكل مستقل عن الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة. نعم. الولايات المتحدة وجدت أن أسهمها في الشرق الأوسط بدأت في التراجع، حدث استهداف مباشر أو عشرات الاستهدافات المباشرة للحضور العسكري الأمريكي، وبالتالي نحن نتحدث عن خسائر كبيرة على كل المستويات بالنسبة للولايات المتحدة من استمرار هذه الحرب. الحقيقة أن ما كشفته هذه الحرب أو ما يكشفه طول أمد هذه الحرب هو حقيقة واحدة، وهو أن الجميع خاسر من استمرار هذه الحرب، بما في ذلك يعني الاحتلال الإسرائيلي نفسه. الداخل الإسرائيلي يتآكل يوما بعد يوم، يوجد أزمات اقتصادية ومجتمعية متنامية، يوجد حالة من العزلة الدولية، إسرائيل أصبحت دولة منبوذة لدى المجتمع الدولي وخصوصا قطاعات الرأي العام الدولي. المستفيد صحيح. الوحيد من استمرار هذه الحرب هو بنيامين نتنياهو والجناح المتطرف والأكثر تشددا داخل الحكومة الإسرائيلية ومجلس الحرب، لأن المستقبل السياسي لهذا الجناح مرهون باستمرار هذه صحيح. الحرب وإطالة أمدها. هو عندما تحدث سيد محمد على يعني المصالح الأمريكية في المنطقة، يعني الولايات المتحدة الأمريكية منذ تاريخ طويل نسجت علاقات ومصالح كبرى مع دول المنطقة وخاصة دول منطقة الشرق الأوسط والدول العربية، على رأس هذه الدول مصر. والرئيس الأمريكي جو بايدن يتحدث على أن ما يحدث لو حدثت عملية برية عسكرية مجمعة في رفح قد يؤدي إلى مشاكل مع مصر التي يحرص كما قال على وجود علاقات معها وعلى المساعدة التي تقدمها القاهرة دوما للولايات المتحدة الأمريكية أو المساعدة أو المصلحة المشتركة. فالتخوفات الأمريكية الظاهرة هنا في أن تتأثر هذه المصالح والعلاقات التي نسجتها عبر تاريخ طويل مع دول المنطقة وعلى رأسها مصر. يعني حضرتك أشرت إلى نقطة في غاية الأهمية. الحقيقة العلاقات الأمريكية الشرق أوسطية بشكل عام بتواجه تهديدات غير مسبوقة ومتعددة الأبعاد في اللحظة الراهنة. دعنا نشير إلى بعض مظاهر هذه الأزمة. العلاقات المصرية الأمريكية على وجه يعني على وقع هذه الحرب واستمرارها وسياسة الدعم المفتوح الأمريكية لإسرائيل تواجه تهديدات أو تحديات متنامية، على اعتبار أن ما يحدث في الأراضي الفلسطينية وفي قطاع غزة يمثل تهديدا مباشرا للأمن القومي المصري. والرسائل المصرية الأخيرة خصوصا في الساعات والأيام الماضية تؤكد على أنه لا تهاون فيما يتعلق بمحددات واعتبارات الأمن القومي المصري. أيضا دعنا ننظر من زاوية أخرى، وهي أن الإدارة الأمريكية تسعى وقبيل يعني انعقاد الانتخابات العامة المقبلة في الولايات المتحدة في نوفمبر كانت تسعى أو كان يوجد هدف رئيسي يتمثل في السعي لإقامة أو توسيع دائرة اتفاقات التطبيع مع إسرائيل لتشمل بعض الدول الأخرى وعلى رأسها المملكة العربية السعودية. نعم. جاءت هذه الممارسات المتطرفة الإسرائيلية والجرائم التي تحدث في قطاع غزة وأغلقت الباب بشكل كبير أمام هذا المسار، وهذا يمثل تحدي كبير بالنسبة للإدارة الأمريكية، لأن الرهان من قبل إدارة الرئيس جو بايدن على هذا الاتفاق كبير جدا، وبالتالي صحيح.
أضف إلى ذلك الاستهدافات المتكررة التي حدثت للوجود العسكري الأمريكي، أضف إلى ذلك المطالبات المتنامية بالانسحاب العسكري الأمريكي من خصوص، وده بيتجلى بشكل واضح في حالة الدولة العراقية، أضف إلى ذلك الإشكالات الخاصة بالعلاقات الأمريكية الإيرانية، بعيدا عن مدى تقييم هذه الإشكالات أو وجود قنوات اتصال سرية أو غيره، ولكن يوجد إشكالات في العلاقات الأمريكية الشرق أوسطية بشكل عام، والولايات المتحدة علاقتها بالدول الفاعلة والمركزية في الشرق الأوسط تواجه تحديات عديدة. فأعتقد أن الإدارة الأمريكية أو هذه التهديدات والتحديات أعتقد ربما تدفع الإدارة الأمريكية إلى مراجعة حساباتها وعدم خسارة يعني بعض الحلفاء الاستراتيجيين في المنطقة بسبب ممارسات حكومة يمينية متطرفة الإدارة الأمريكية نفسها لديها خلافات معها. طيب هنا يعني وأنت تحدثنا كنا نعرض منذ قليل عاجل عبر شاشة القاهرة الإخبارية سيد محمد أن المفاوضات المصرية لرأب الصدع تستمر في القاهرة اليوم، وما دمنا نتحدث حول هذه المفاوضات وحول حديث جو بايدن بأن هناك علاقات مهمة تاريخية بين الولايات المتحدة الأمريكية ومصر كما قلنا، كرة اللهب التي كانت تتدحرج في الأيام الماضية وكادت أن تشتعل بشكل كبير، مصر حاولت طبعا أن تهدئ من هذه الكرة كرة اللهب وتطفئ شعلتها من خلال هذه المفاوضات الماراثونية والمكوكية. كيف ترى هذه المفاوضات ومسار هذه المفاوضات في ظل طبعا لما لمصر من يعني باع طويل في هذه المفاوضات الماراثونية، وأيضا في ظل الضغوطات التي تمارسها على الطرفين من أجل إنجاح هذه المفاوضات، فكيف ترى هذا المسار التفاوضي؟ يعني حقيقة ونحن نناقش ملف المباحثات والمفاوضات الخاصة بوقف إطلاق النار والتي تقودها الدولة المصرية وتقاتل في سبيلها حاليا، يجب أن نقر ببعض الحقائق. أولا هذه المباحثات شديدة الصعوبة وشديدة التعقيد لأن الحرب الجارية على قطاع غزة مختلفة عن أي حرب سابقة أو مواجهات سابقة حدثت بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. أيضا المفاوض المصري يعني وهذه من نقاط الضوء استطاع في الأيام والأسابيع الأخيرة على وجه الخصوص تحقيق تقدم شديد الأهمية على مستوى وقف إطلاق النار، ولعل ما ميز الطرح والتحرك المصري هو المقاربة الشاملة أو الرؤية الشاملة متعددة المراحل ومتعددة البنود التي طرحتها الدولة المصرية، والتي كان آخر ثمارها هو إعلان حركة حماس عن القبول بوقف إطلاق النار بناء على أو وفقا للرؤية المصرية التي طرحت. لكن أعتقد أن الإشكال الرئيسي الذي يواجه هذه المباحثات حاليا هو سعي حكومة اليمين المتطرف أو على الأرجح الجناح الأكثر تشددا داخل هذه الحكومة لتفجير وتفخيخ هذه المباحثات، وده يعيدنا للنقطة التي أشرنا إليها أن المستفيد الوحيد من استمرار هذه الحرب هو بنيامين نتنياهو وحكومته. لكن أعتقد الرهان حاليا على مجموعة من الاعتبارات الرئيسية، أولها جهود المفاوض المصري ونجاحه في حلحلة العديد من الملفات الخلافية أو النقاط الخلافية وتقريب وجهات النظر. أيضا أعتقد أن الرهان سيكون على التحركات الدولية والضغوط التي تمارس على إسرائيل، مع الإشارة إلى أن هذه التحركات وخصوصا من قبل الجانب الأمريكي بحاجة إلى أن تكون أكثر جدية فيما يتعلق بالضغط على إسرائيل. طبعا هل ترى أن يعني السلوك الذي يأتي نتيجة للخطأ في قراءة الأحداث والسلوك أيضا الخاطئ من أي من الطرفين هو الذي يضر بهذه المفاوضات، وبالتالي يجب أن يعلم الطرفان أن السلوك الجيد هو الذي أدى إلى مزيد من التفاوض وبالتالي حل هذه الأزمة؟
صحيح، لسه كنت أشير لحضرتك في النقطة الثالثة، هي أن يعني كافة أو طرفي الأزمة الرئيسيين يجب أن يكون لديهما مسؤولية سياسية أو نوع من الرشادة في التعامل مع هذا الملف، لأن الجميع خاسر من استمرار هذه الحرب. أيضا أعتقد أن يعني من المتغيرات المهمة التي يمكن البناء عليها في الساعات والأيام المقبلة هو كم الضغوط الغير مسبوقة من قبل الداخل الإسرائيلي على حكومة اليمين المتطرف. وعندما أشير هنا إلى الضغوط، فأنا لا أقصد فقط الاحتجاجات والمظاهرات التي تقوم بها عائلات المحتجزين الإسرائيليين لدى الفصائل الفلسطينية، وإنما أعني أيضا جماعات الضغط وجماعات المصالح الاقتصادية في الداخل الإسرائيلي، والتي تضررت كثيرا على وقع هذه يعني تهاوى الشكل للعملة الإسرائيلية، أصبح هناك عبء كبير وثقل كبير على الاقتصاد الإسرائيلي في منذ بداية هذه الحرب. فأعتقد أن هذا الثقل أو الذي رمى بأطرافها على الاقتصاد الإسرائيلي قد يكون عامل ضغط كبير أيضا على نتنياهو والحكومة الطوارئ أو حكومة الأرب حكومة الحرب سيد محمد. صحيح، لأن ما حدث هو أن إسرائيل جيشت أو وظفت وقامت بتحويل ميزانية ضخمة من ميزانية العام الجاري والعام السابق لتمويل الحرب، وخاصة في إعطاء يعني أكثر من 300 ألف من الاحتياطي من الجنود أموالهم أو مرتباتهم، فضلا عن كما أشرت حضرتك جنود الاحتياط، وهؤلاء عبء اقتصادي كبير، وده أدى بدوره طبعا إلى زيادة عجز الموازنة الإسرائيلية، إلى تراجع قيمة الشيكل الإسرائيلي. هجمات البحر الأحمر نفسها أثرت على وتزايد البطالة وفرص العمل طبعا في إسرائيل، وأيضا ضربة للسياحة طبعا في الداخل، كان له تأثير كبير على يعني زيادة الثقل على الاقتصاد الإسرائيلي. يعني تفاصيل واضحة كنت معنا فيها، أشكرك عليها مباشرة من القاهرة محمد فوزي، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية.